بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، متواجده معاكم لنقل طبعا اخر الاخبار زي ما قلت يا نهاوند. ولكن قبل ما اتكلم في الاخبار اللي معايا النهارده، خليني كده يعني انقل لكم الاجواء المتواجده هنا في الفرع. يمكن خلاص الجامعات والمدارس بدات بشكل رسمي امس، وده مخلي اكيد في توافد كبير جدا للاعضاء هنا في الفرع، يمكن كمان انخفاض درجات الحراره، ويعني النسبة الأكبر يعني أكتر من 50% يمكن بيرتاحوا أكتر في الأجواء الشتوية أو في فصل الشتاء، فده مخلي كمان نسبة مش قليلة أبدا متواجدة هنا في الفرع. يمكن في منهم اللي بيتناول يعني وجبة الإفطار من أمام شاشة العرض الرئيسية، أو كمان يعني في الأماكن المختلفة في النادي. كمان يمكن الأهل يمكن منتظرين أولادهم يخلصوا المدارس النهاردة متواجدين في الفرع، وكمان في منهم اللي يعني منتظر أولاده وبيمارس أكيد التدريبات هنا في النادي، وكمان منهم اللي بيشتغل على اللابتوب من امام برضو شاشات العرض الرئيسيه المتواجده هنا في الفرع. اكيد الاجواء متميزه جدا هنا في الفرع، ويمكن كمان من المتوقع ان هي تكون يعني زاحمه كمان خلال الايام المقبله في دخول اكيد فصل الشتاء. خليني بقى ابدا يعني الاخبار، واكيد هنبدا باخبار الفريق الاول اللي طبعا خلاص هيستأنف الفريق الاول تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره. التجمع الساعه 5 مساء وبدايه التدريب الساعه 6، وكان طبعا مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح جميع اللاعبين راحه من التدريبات الجماعيه لمده 24 ساعه، بيستعد خلاص النادي الاهلي لمواجهه نظيره طبعا فريق امبي في دور النصف نهائي من بطوله كاس مصر مساء الأربع المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي. أكيد كل توفيق للنادي الأهلي وطبعا التأهل للمباراة النهائية. نروح بقى للناشئين، وبالتحديد مواليد 2003 فاز خارج ملعبه على انبي بهدفين مقابل هدف المباراة اللي أقيمت بينهم يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. وبهذا الفوز رفع أهلي 2003 رصيده ل 12 نقطة من الفوز في أربع مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث طبعا فاز على بلدية المحلة 1-0، وعلى الجونة 4-0، وعلى السد بأسوان 2-0، وفاز على انبي 2-1 مسجلا 9 أهداف مقابل هدفين واحد في مرمى. والحقيقه لازم نشكر طبعا الجهاز الفني بالكامل للناشئين، لانهم الحقيقه مقدمين مستوى يعني رائع من بدايه هذا الموسم. اخيرا خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اعلن عن التعاقد مع سيف عابد للانضمام الى صفوف الفريق الاول لكره الطائره رجال بالنادي الاهلي بدايه من الموسم الجديد، واوضح ان اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمده اربع مواسم قادمه في اطار تدعيم صفوف الفريق من اجل طبعا المنافسه على الفوز بكل البطولات خلال الفتره القادمه. واشار كمان يعني كابتن خالد العوضي ان التعاقد مع سيف عابد ياتي ضمن جهود تدعيم كافه الفرق بالعناصر المميزة وتلبية طبعا متطلبات الأجهزة الفنية للمنافسة على جميع البطولات. دي أبرز وأهم الأخبار اللي كانت متواجدة معايا من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. نشكرك كمان على هذه التغطية، احنا انا وكريم اكيد نشكرك عليها جدا زميلتنا العزيزة روزان نصر.